أحسن الله إليك من أسئلة هذه الأخت من وادي الدوافر، تقول متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعده؟ يجوز أن يكون سجود السهو قبل السلام ويجوز أن يكون بعده، لكن إن كان سجود السهو عن نقص في الصلاة كترك التشهد الأول أو ترك تسبيح الركوع والسجود فإنه يكون قبل السلام، لأن ذلك جبران للصلاة، جبران لما نقص، فالأفضل أن يكون قبل السلام. أما إن كان عن زيادة في الصلاة سهوا فإنه يكون بعد السلام، كما لو أتى بركعة زائدة سهوا فإنه يسجد بعد السلام، لأنه ترغيم للشيطان وليس هو جبران للصلاة. نعم.